التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، وذلك في إطار متابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم الرخصة الذهبية لأربع شركات، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية إلى 22 شركة، مع الاتجاه نحو التوسع في إصدار الموافقة الواحدة لتشمل جميع الأنشطة والشركات. وفيما يخص دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم التنويه إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار بتسليم عقود ممارسة أنشطة تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث.